أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا مررت بأناس ولا أعلم هل هم مسلمين أم لا، فهل أسلم عليهم؟ إن كانوا في بلاد المسلمين فالأصل فيهم الإسلام، كانوا في بلاد المسلمين فالأصل فيهم الإسلام، تسلم عليهم. أما إذا كانوا في غير بلاد المسلمين فلا تسلم عليهم حتى يغلب على ظنك أو تعلم أنهم مسلمون. نعم.